السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية توافق على زيادة وكلاء الشركات المصرية استعدادا لموسم العمرة، معنى كده ان هم هيزودوا الاعداد اللي احنا كنا قلنا عليها قبل كده. قال الامين العام لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر في مصر أسامة عمارة ان وزارة الحج والعمرة السعودية وافقت على زيادة وكلاء الشركات المصرية استعدادا لموسم العمرة الحالي. حسب عمارة فإنه سيتم زيادة عدد الوكلاء المحدد مسبقا بخمسة وكلاء ليصبح إجمالي العدد 7 وكلاء لموسم العمرة الحالي 1443 هجرية، وذلك سيتيح الفرصة أمام جموع الشركات السياحية للعمل في العمرة. وأشار عمارة أن غرفة شركات السياحة تتوجه بخالص الاعتزاز والامتنان لوزارة الحج والعمرة على سرعة تفهمهم للأزمة التي تواجه شركات السياحة المصرية واستجابتهم الفورية لحلها بما يتيح لكافة الشركات السياحية المصرية العمل في العمرة، ويبين أن القرار يأتي بتتويجا للجهود المضنية المبذولة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحماية ورعاية مصالح الشركات السياحية، وإتاحة الفرصة لجميع الشركات للعمل في العمرة للموسم الحالي 1443 هجرية. المصدر القاهرة 24. يعني معنى كده يا جماعة النهاردة ان هم هيزودوا الاعداد اللي كنا احنا قلنا عليها، ان هم محددين الاعداد للناس اللي هتعمل العمرة بإذن الله عمرة مقبولة، وان شاء الله نواتيكم بأي خبر جديد بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.